مشاهدينا الأعزاء، نشرة إخبارية جديدة نقدمها لكم من قناة المكلا، والبداية مع العناوين. ولي العهد الكويتي يستقبل رئيس مجلس القيادة ويؤكد دعم كافة الجهود التي يقودها التحالف العربي. الخارجية الكويتية تعلن تسمية مبعوث خاص لإدارة الدعم الإنمائي المقبل. مناقشة التداعيات الجديدة التي طرأت في خدمة الكهرباء في المحافظات المحررة. من صنعاء المبعوث الأممي يؤكد على العمل لفتح الطرقات. انهيار بيت سكني بمنطقة الشرج بالمكلا دون خسائر بشرية. أهلا بكم. وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي والوفد المرافق له إلى العاصمة البحرينية المنامة في إطار جولته الخارجية التي استهلها من دولة الكويت. وكان في وقت سابق التقى ولي العهد الكويتي سمو الشيخ مشعل أحمد الصباح. وخلال اللقاء أكد الشيخ مشعل على متانة العلاقات الكويتية اليمنية الممتدة على مدى عقود من التعاون والدعم الثنائي المتميز لمسيرة التنمية والإعمار في اليمن، معربا عن امنياته المخلصة بأن يتحقق السلام والأمن والاستقرار الشامل في ربوع اليمن وإنهاء المعاناة عن شعبه العزيز. وأكد الأمير مشعل دعم دولة الكويت الكامل لكافة الجهود التي يقودها التحالف بدعم شرعية، وعلى رأسها جهود المملكة العربية السعودية لصالح أمن واستقرار اليمن، مشيرا إلى دعم الجهود الأممية والإقليمية والدولية سياسيا واقتصاديا وإنسانيا، ومشيدا في هذا السياق بمواقف المملكة في تقريب وجهات النظر بين اليمنيين التي تكللت بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي. من جانبه عرض الرئيس العليمي التحديات التي يواجهها مجلس القيادة الرئاسي على صعيد الإصلاحيات الاقتصادية والخدمية والتمويلية، واطلع الأمير مشعل على مستجدات الوضع والإصلاحات التي يقودها مجلس القيادة في كل الجوانب والدعم اللازم لتعزيز هذه الإصلاحات. وفي اللقاء أشار رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح إلى التوجيهات لسمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح وولي عهده، والتي تقضي بتقديم كافة أشكال الدعم للشعب اليمني وقيادته السياسية، بما في ذلك تعيين سفير جديد وتسمية منسق لإدارة المشروعات الكويتية في اليمن. في إطار لقاءاته بالمسؤولين الكويتيين، التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الفريق أول الشيخ أحمد نواف الصباح. وخلال اللقاءات تعهد المسؤولون الكويتيون بإعادة النظر لناحية زيادة الدعم في برامج التعاون المختلفة مع الجانب اليمني، وخصوصا المجالات الاقتصادية والإنسانية والسياسية والخدمية، بما في ذلك زيادة عدد المنح الأكاديمية في المجالين الأمني والعسكري وتقديم التسهيلات اللازمة للمقيمين والوافدين اليمنيين وأبنائهم في دولة الكويت الشقيقة. وأكد الرئيس العليمي مضي مجلس القيادة الرئاسي قدما في الوفاء بتعهداته من أجل استعادة الدولة وتحقيق تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار والسلام، انطلاقا من الدعم المخلص الذي تقدمه الكويت وكافة دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، معربا عن ثقته بأن العلاقات المتميزة بين اليمن والكويت ستمثل رافعة للعديد من الاستحقاقات العاجلة والاستراتيجية وأمن واستقرار للمنطقة برمتها. أعلنت وزارة الخارجية الكويتية أنها ستسمي مبعوثا خاصا بها لليمن لإدارة كافة أشكال الدعم المقبلة بموجب توجيهات أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح. وقالت الخارجية الكويتية أن الدعم الكويتي لليمن خلال المرحلة المقبلة بدأ من الآن، وأن نتائج ملموسة سيشهدها البلد الشقيق في القريب العاجل، مؤكدة على استجابة الحكومة الكويتية لكافة أشكال الدعم القطاعية بموجب خطط عاجلة لبرمجة واستيعاب المشروعات ذات الأولوية لتحسين الخدمات في عموم البلاد. في محاولة منهم لبحث حلول جديدة لحل مشكلة الكهرباء والتداعيات الجديدة التي طرأت مؤخراً، عقد رئيس حكومة المناصفة معين عبد الملك اجتماعاً مع قيادة وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء وشركة النفط وكهرباء عدن لبحث المعالجات العاجلة المتخذة وتجاوز التحديات القائمة دون الإشارة إلى انتهاء المنحة السعودية للمشتقات النفطية.
ورغم المقترحات والعروض السابقة التي قدمت للحكومة بشأن تحسين خدمة الكهرباء، ناقش رئيس الوزراء مع الحاضرين مستوى العمل في مشاريع نقل وتصريف الطاقة والنقاشات الجارية مع الشركات الكبرى في قطاع الكهرباء، سواء للصيانة والحفاظ على مستوى أداء المحطات الحالية أو آفاق الشراكة في مشاريع استراتيجية مستقبلية، فيما تشهد العاصمة عدن والمحافظات المحررة انهيار متواصل في خدمة الكهرباء بالرغم من تدفق منحة المشتقات السعودية خلال الفترات السابقة، مما أثار استنكار ناشطين وصحفيين عن أوضاع الكهرباء التي ستؤول إليها في الفترات القادمة مع توقف المنحة. في وقت سابق كان قد أعلن مجلس الوزراء في اجتماعه بالعاصمة عدن عن انتهاء منحة المشتقات النفطية السعودية خلال مناقشته لوضع الكهرباء في العاصمة عدن والمحافظات المحررة، وتعد منحة المشتقات النفطية السعودية عاملا أساسيا في استمرار خدمة الكهرباء في المحافظات المحررة، وتساهم الدفعات المتتالية من المنحة في تشغيل 60 محطة إنتاج كهرباء، وكانت قد وصلت إلى العاصمة عدن في منتصف شهر أبريل من العام الحالي الدفعة الثامنة والأخيرة من المنحة قبل إعلان انتهائها من قبل الحكومة دون أي توضيح لذلك، مما ينذر عن خروج المنظومة عن العمل بشكل كامل نظرا للانهيار التام التي كانت تعاني منه خلال فترات تدفق المنحة التي لم ينعم المواطنين بأي تحسن ملحوظ في الخدمة بالرغم من الكميات الكبيرة التي تصل إلى محطات التوليد حسب المعلن عنها من قبل البرنامج السعودي. مع استمرار معاناة المواطنين في مدن ساحل حضرموت بسبب الكهرباء، يواصل فرع المؤسسة تناقضاته في التصاريح الرسمية حول خروج منظومة الكهرباء وتردي الخدمة المقدمة للمواطنين، وأوضح ناشطون أن المؤسسة كانت تعتذر في الأشهر الماضية بعدم وصول قواطر الديزل نتيجة الاحتجاجات الشعبية وانقطاع الخطوط وتأثرها بتوقيف القواطر في شركة بترو مسيلة أيام الهبة الثانية. وواصلت المؤسسة أعذارها وتخبطاتها، حيث نشرت المؤسسة في وقت سابق عن توجيهات بتشغيل مولدين في محطة الريان لتوفير مادة المازوت، والتي أعلنت المؤسسة عن تجاوزها العمر الافتراضي، إلا أن التوليد لم يتحسن حتى بعد دخول منحة المشتقات النفطية السعودية. هذا وقال مصدر في المؤسسة أن هناك كميات من المشتقات النفطية تتبع فرع المؤسسة بالساحل من المخصص لها ضمن المنحة السعودية، ولا زالت في ميناء عدن ولم يتم التوجيه من قبل الجهات المختصة لاستلامها ونقلها إلى المكلة. ورغم تجاوز العمر الافتراضي لمحطة توليد الريان المركزية وتجاوز جميع المولدات بالمحطة ساعات التشغيل المسموح به وتأخر تنفيذ أعمال الصيانة العمرية للمولدات
وحجم الخطر المحتمل منها، حيث أن المحطة بحاجة إلى صيانة بشكل عاجل. ووقع محافظ حضرموت في وقت سابق قبل دخول فصل الصيف مع شركة وارتسل الفنلندية عقدا لصيانة وإعادة تأهيل محطة الريان المركزية البالغ قدرتها التوليدية 50 ميجا فقط بقيمة 25 مليون و500 ألف دولار، إلا أن أعمال الصيانة لم تتم حتى اللحظة، إضافة إلى التوجيه بجملة من الإجراءات والقرارات لمعالجة إشكاليات الكهرباء، وأن هذه المعالجات سيلمس تأثيرها خلال أسبوعين، ولم يلمس المواطن أي تحسن ملموس في خدمة الكهرباء. وكانت وزارة الكهرباء قد وقعت عقدا لصيانة محطة مارب الغازية وقدرتها 340 ميجاوات بمبلغ 40 مليون دولار بدعم كويتي، حيث يظهر حجم الفارق المهول في سعر صيانة المحطتين، والذي عز ناشطون إلى حجم الفساد المستشري في أروقة السلطات الحكومية وبقاء منظومة الكهرباء على حالتها المتدهورة. في حضرموت تختلف أسماء نجوم فصول السنة التي يعرفها ويتداولها الكثيرون، ومنها نجم الأربعينية التي تشتد فيه الحرارة وتصل درجات الرطوبة إلى أعلى مستوياتها. مدينة المكلا تعيش هذه الأيام أواخر هذا النجم الذي زادت فيه معاناة الناس من شدة الحر نتيجة الانقطاعات العشوائية للتيار الكهربائي، والتي وصلت إلى أكثر من 18 ساعة انقطاع في اليوم الواحد. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. هكذا هو حال المواطن في مدينة المكلا، أصبح يعيش في مشهد مكرر أنتجته مؤسسة الكهرباء وساعدت في إخراجه السلطة المحلية والحكومة. وليد من أبناء هذه المدينة عاد من عمله الميداني متحملا هذه الأجواء الحارة، ولا سيما مع نجم الأربعينية، دون مراعاة له ولكل المواطنين الذين يجتهدون في هذا الصيف الحار لكسب لقمة العيش الكريمة. المكلا منطقة حارة ورطوبة درجة عالية فيها، وتعرفون ان واحد بيجي من شغله بغى يرتاح، ونحن طبعا اصحاب العمل الميداني نقصدنا، انا واحد من عملي ميداني، نسرح الساعه 7:30 ونجي الان بغينا بنرتاح شويه. تعرفون صيف بارد، صيف دكدب، الان طلعت البيت انطفت الكهرباء، برتاح ما نرتاح، بنكالف الشمس بالعمل والحراره في البيت والرطوبه وقت الراحه. المكلا تعيش هذه الأيام أواخر نجم الأربعينية الذي عاد إلينا دون أي جديد يذكر ولا قديم يعاد، سوى انطفاءات عشوائية زادت من معاناة المواطنين، بالرغم من الوعود الرنانة التي تغنت بها السلطات الحكومية في خطاباتها المتكررة. ويضاف إليهم هذا العام المجلس الرئاسي الذي لم يلمس المواطن منه أي تحسن يذكر في الخدمات منذ توليه السلطة. الأجواء في المكلا الصراحة ما حد يقدر يتحملها مع الأيام هذا، مع الصيف ذي، مع الحماة، شفته ما حد يقدر يتحمل، يعني من ناحية أشغال، من ناحية كهرباء، ما عينا الكهرباء كان ساعتين وبعدين ساعة وبعدين 4 ساعات وبعدين 5 ساعات وبعدين يوم كامل. أجواء الصيف حارة يعني، هذا كله حق ربي، الحمد لله حق ربي ومستحملين وصابرين عليه، لكن حق المواطن الكهرباء ما حصلها، الكهرباء اللي هي يعني مستحقينها نحن، حقنا ما حصلناها. ساعتين لاصية ب3 ساعات طافية، وفي الساعتين لصي فيها عاد عطال، يعني يلا تحصل لك ربع ساعة. نجم الأربعينية سيغادر بعد أيام، وسيغادر بعده فصل الصيف بشكل عام، والمواطنين بالمكلا وباقي المدن ضاق بهم الحال من صيف بارد لم يشاهدوه إلا في الأخبار الرسمية التي تصدر عن الجهات المسؤولة تجاه هذه المعضلة التي أصبح واقع تحسينها خيال علمي يتطلب مجموعة من العلماء والمخترعين. وصل المبعوث الأممي إلى اليمن السيد هانس اليوم إلى صنعاء للتواصل مع الحوثيين حول الجهود المبذولة لتنفيذ وتعزيز الهدنة، بما في ذلك النقاشات حول مقترح الأمم المتحدة لإعادة فتح طرق في تعز محافظات أخرى والتدابير الاقتصادية والإنسانية. وأعرب المبعوث الأممي عن سعادته بتمديد الهدنة لشهرين إضافيين، معتبرا ذلك مؤشرا إيجابي لجدية الأطراف للتمسك بالهدنة وتنفيذها، آملا أن يكون النقاش بناء مع الحوثيين لإعادة فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى.
في المكلا بحث رئيس محكمة استئناف حضرموت القاضي هاشم الجفري مع قيادة اللجان المجتمعية بمدينة المكلا سبل توطيد العلاقة بين المحاكم الابتدائية واللجان المجتمعية، وناقش اللقاء آلية عمل اللجان المجتمعية بمدينة المكلا ودورها في فض النزاعات بين أفراد المجتمع والأسرة، وكذا حماية المصالح والممتلكات العامة والحفاظ عليها من أي اعتداءات، متطرقا إلى الدور الرديف للمحاكم الذي تقوم به اللجان من خلال معالجة القضايا في الأحياء قبل تطورها وصولها إلى المحاكم والنيابات، وأكد الصعوبات والإشكالات التي تواجه سير عمل اللجان. وأكد القاضي الجفري على ضرورة أن تكون التقارير المرفوعة من اللجان المجتمعية مبنية على الدقة والمصداقية لخدمة المحاكم في إصدار الأحكام العادلة في بعض القضايا، لافتا إلى ضرورة تعزيز العلاقة وتوطيدها وبحث آليات جديدة تسهم في تقديم خدمات سريعة للمواطنين لحل قضاياهم. افتتح وكيل الوزارة مدير تربية ساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون معملين حاسوب إضافيين في كل مجمع فوة التعليمي وثانوية السعد العامرية بمديرية المكلا، وأشار الوكيل عبدون إلى أهمية المعملين الإضافيين والاستفادة منهما من قبل الطالبات في ربط الجانب النظري بالتطبيق العملي، مؤكدا أن قيادة مكتب الوزارة بالمحافظة وفرت جميع المقومات العملية والتعليمية في المجمع والثانوية خلال العام الدراسي الجديد، مما يتطلب الاهتمام بتحسين جودة التعليم وتحقيق نتائج مشرفة من قبل الطالبات على مستوى المحافظة والوطن. دون خسائر بشرية تذكر، انهار أحد البيوت السكنية بمنطقة الشرج بمدينة المكلا بعد خروج ساكنيه بساعات قبل الانهيار، ويتكون المنزل من 3 أدوار تسكن فيه 4 أسر من بينهم أسرة يتيمة لا تلقى من يعيلها. وقال أهالي المنزل أنهم ناشدوا السلطات من قبل 3 سنوات بأن منزلهم آيل للسقوط، بالإضافة إلى خروج الدفاع المدني للموقع ولم يتم الاستجابة أو توفير الملجأ لهم، فيما أشار مكتب الأشغال بالمكلا أن المبنى ليس من البيوت الآيلة للسقوط الذي تم الرفع بها من السابق، مؤكدا المباشرة بالنزول إلى الموقع عند استلام البلاغ والمعاينة والتأكد من الأضرار. وفي السياق، ناشد عقال الحي عبر شاشة قناة المكلا السلطة المحلية بتوفير منزل للمتضررين وتعويض خسائرهم المادية والاهتمام بكافة الأسر المهددة بيوتهم للسقوط، لافتين إلى انتشار الكثير من البيوت الآيلة بالسقوط والمتأثرة بالأمطار في الآونة الأخيرة. كنت عايد من مقر شغلي، عامل زيارة في للبيت وطلعت حصلت البيت يعني ربك الهمنا، يعني ان البيت مش عاجبنا من بعد المطر الاخيره هذه خاصه، فشليت اهل البيت وطرحتهم في بيت عندي ثاني، بيت مجره نو اسرتي طبعا، فجلستهم عندي. بعدها بنص ساعه اتصلوا علي قالوا لي في جدار طق في الداخل، قلنا الحمد لله ما دام جدار الحمد لله. وبعدها يمكن مع صلاه العشاء اتصلوا علي قالوا البيت طق كامل، بقى منه الجزء الخلفي. طبعا رفعنا للدفاع المدني، جاءوا الدفاع المدني ورفعنا تقريبا لغيرهم مسؤولين كما المامور وغيرهم، ويقولون انه ماشي ملف، ماشي ملف حق الدار ده حق البيت هذا بالضبط. نحن ناشدنا السلطات من قبل لكن ما حلب بالندى. رسالتي للجهات المعنيه والسلطه المعنيه، نحن ابناء دولتكم وابناء ارضكم، ونحن اللي نخدم ونسهر الليالي سواء كان في النقاط او في اماكن عده او حتى في الجان شعبيه، يعني اذا ما وقفتوا معنا وما وقفتوا مع اهاليكم وناسكم وشعبكم ووطنكم وجمهوركم توقفون مع من عندكم؟ رسائل كلها مع المامور بن هامل من قبل، ومع العشغال العامه، ومع الدفاع المدني، وكلهم خريوا للمكان هذا ولا واحد منهم لقى اي كلمه، كل ما يلا عنده بيقولون بنرفع التقارير بنرفع التقارير. وكان البيت له اكثر من سنه وهو كان ينط طله، عاد ما 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 مخري ينط تنسان كلهم من كلهم، ولا واحد منهم حتى يا ولما المكان هذا خريوا ولا واحد منهم حتى قال من وين جيتوا. المامور بن هامل، مدير الدفاع المدني، مدير الاشغال العامه، الدكتور بخلعه، فهمتنا؟ بس تعرف هذول ناس مساكين، والناس المساكين هذول ما حد منهم يهتم بهم. هذول المدراء كلهم يتعاملون مع التجار، مع التجار، اي تاجر في تو بيخريون له. كغيرهم من الاطفال، يبدا اطفال ذوي الاحتياجات الخاصه عامهم الدراسي الجديد
وتفتح المراكز المتخصصة بذلك أبوابها لتعليم وعلاج هذه الشريحة التي تكاد شبه مهمشة من الجهات الحكومية. أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة أو كما يسميهم البعض ملائكة الرحمة في الأرض، شريحة لم تلقى اهتماما كبيرا من الجهات المعنية لتحسين متطلبات تعليمهم الذي أصبح في الوقت الحالي على حساب النفقة الخاصة. الدولة أسست قانون لحماية هذه الشريحة ودعمها، بحكم الوضع الحالي والجاري في البلاد أدت إلى أيضا انكماش الدعم محليا أيضا حتى وخارجيا، فلهذا أدى هذا الانكماش إلى أيضا ضعف في أداء المؤسسات الدولة نفسها، لأن الجانب المالي يعتبر جانب حيوي بالنسبة لهذه الشريحة دعمها بكافة المتطلبات. هنا في أم اليتامى مدينة الشحر افتتح مركز الرعاية وتأهيل أطفال التوحد أبوابه للعام الجديد باستقبال الأطفال المنطويين تحت إطار المركز بعد أن قضوا الإجازة الرسمية لشهر رمضان وعيد الفطر المبارك. وتدشين للعام الجديد استقبل المركز عددا من الأطفال الجدد من ذوي الهمم لتقديم الرعاية الكاملة والتعليم المستمر، حيث يضم المركز عددا من التخصصات التي تعالج التوحد ومتلازمة داون وصعوبة التعلم وتأخير النطق، كما يقدم المركز العديد من العلاجات المختلفة في كثير من الأنشطة المتنوعة التي تخدم الطفل وتساعده على تخطي العقبات في حياته العملية، إلا أن المركز يعاني من عدم توفر بعض المتطلبات وضعف الإمكانيات. مركز أطفال التوحد أبرز الصعوبات التي تواجه سير عملها حاليا هي عدم توفر وسيلة مواصلات خاصة لأطفال التوحد نظرا لوضعية طفل من ذوي احتياجات خاصة، وحرص المركز على توصيل الطفل إلى بيته بشكل مباشر، ونتيجة تعذر بعض سائقي الباصات في التعامل مع أطفال التوحد. الصعوبة الأخرى هي عدم توفر بعض الوسائل التعليمية والأدوات والألعاب الخاصة في برامج الأطفال اليومية، كذلك عدم توفر بعض المناهج بالنسبة لأطفال صعوبات التعلم لكي يتناسب مع عقلياتهم ووضعهم استعدادا لدمجهم في المدارس العامة إن شاء الله. رغم اتساع رقعة المساحة السكانية في الشحر لم تلقى المدينة انتشارا ملحوظا لمراكز ذوي الاحتياجات الخاصة التي باتت وجودها حاجة ملحة في وقت أصبح الأمل الجميل في الواقع وهما لا جديد فيه. تتواصل بوادي صحراء حضرموت سير الأعمال الجارية في مشروع المستشفى المتخصصي لأمراض وجراحة القلب، وتعرفت سلطة الوادي من الجهات المنفذة على مستوى الإنجاز في المرحلة الأولى للمشروع التي بلغت 98%، وتشمل البوابة الرئيسية وسور المستشفى وعيادات خارجية وإدارة المستشفى ومختبر عام وطوارئ عامة وعناية مركزة وعمليات كبرى مع قسطرة وصالات ترقيد عام وترقيد خاص، فيما بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثانية 90%، والتي تشمل تشطيب جزء من المستشفى منها العيادات الخارجية مع الإدارة والصالة الرئيسية والمختبر مع صيدلية، وكذلك المستودعات المركزية بالوادي والصحراء والمكونة من إدارة المستودعات مع مخازن أدوية طبية ومخازن برنامج التحصين وكذلك برنامج الرعاية الصحية ومستودع التغذية، إضافة إلى ثلاجة لحفظ الأدوية وتكييف المستودعات وتشطيب كامل لجميع المستودعات. دشنت كلية التربية البدنية والرياضية بجامعة سيون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، وتفقدت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت سير العملية الامتحانية بالكلية، مشيرة إلى الدور المعول على الدفعة المتخرجة العام القادم والتي ستكون أول دفعة في كلية التربية البدنية والرياضية لتلتحق بالعمل الرياضي وتساهم في عملية التنشئة الرياضية الأكاديمية السليمة. ختام النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. ولي العهد الكويتي يستقبل رئيس مجلس القيادة ويؤكد دعم كافة الجهود التي يقودها التحالف العربي. الخارجية الكويتية تعلن تسمية مبعوث خاص لإدارة الدعم الإنمائي المقبل.
مناقشة التداعيات الجديدة التي طرأت في خدمة الكهرباء في المحافظات المحررة. من صنعاء المبعوث الأممي يؤكد على العمل لفتح الطرقات. انهيار بيت سكني بمنطقة الشرج بالمكلا دون خسائر بشرية. نشرتنا الإخبارية انتهت، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.